نادي الجيش الملكي تقديم طلب الاستئناف بعد معاقبته من قبل اللجنة الانضباطية والتأديبية من اتحاد كرة القدم المغربي لحرمانه إلى الجمارك في 5 مباريات المقبلة. وصدرت العقوبة لجانب الجيش لتغريمه $10,000 نظرا للأحداث التي رافقت مباراة الدوري أمام الوداد على استاد القاهرة. وذكر مصدر مقرب من النادي العساكري للكرة أن الجيش سوف يستند في الدفعات لوقوع مماثل الأحداث وقعت في المباراة السابقة في الدوري المغربي هذا الموسم، ولم تكن هناك عقوبة في حد ذاتها، وذلك من أجل تخفيف القرار. ويأمل الجيش الملكي في تخفيف العقوبة كي يستند على الأقل دعم جمهور في قمة الجولة 17 أمام الوصيف الرجاء الذي تساوي معه 20 نقطة. وكان الناديان قد تواجه بحضور جمهور غفير في استاد محمد الخامس في الجولة الثانية من الدوري المغربي في الدار البيضاء، حيث انتهت المباراة بهدفين لهدفين. هذا هو نهاية هذا الفيديو. أتمنى لكم أعجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.